اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. النهارده اول جمعه من ابريل المتعارف عليها عالميا هي جمعه اليتيم، ويمكن كنا اتكلمنا كتير قوي ونزلنا كتير مع بعض وشفتم كتير حلقات احنا نزلناها لدور ايتام في طوال السنه، يعني مش يمكن ما بننزلش احنا بالذات في يوم، احيانا كنا بننزل نشوف فعاليات اليوم اليتيم واحيانا كنا بنستهدف اكتر طول السنه. وكان ليا راي يعني بحب اعيده تاني على حضراتكم، ان هو اليتيم اذا كان اليتيم او الام او اي من الايام اللي احنا بنحتفل بيها طول السنه بيبقى فيه احتياج ليه طول السنه، اكيد هو مش بيحتاج الاهتمام في يوم واحد بس، ولكن ممكن هو يكون بينتظر اليوم ده لان كل المجتمع بيحتفي بيه. ممكن حتى بيبقى فيه احتفاء على مستوى مثلا مستوى الدوله، ومن ممكن من قطاعات كتير مختلفه، فنانين وفنانات ومثقفين وهيئات وكذا وكذا بيحتفلوا باليوم ده، فهو بيحس بوجوده اكتر. يمكن ده مش هينفع يتم طول السنه، يعني اكيد ما فيش كل يوم هيبقى فيه الفعاليات دي، فبالتالي فاليوم اللي يكون فيه احتفال واحتفاء باليتيم اكيد يوم مهم جدا، واكيد يوم بيبقى كل الاطفال الايتام محتاجين ان هم يحسوا بوجودهم في وسط المجتمع. وعايزه اقول لكم حاجه في عجاله، يعني مش هاطيل على حضراتكم فيها كتير، ان على قد ما احنا يعني كل الأديان السماوية أوصت برعاية اليتيم، وإن هو يوم اليتيم ده لا يختص بديانة معينة، كل الأديان، لأن هو يوم عالمي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كان يتيما، وإن هو أوصانا، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني من فوق سبع سماوات في كتابه العزيز أوصانا باليتيم، ويمكن ذكرت كلمة اليتيم مفردة وجمع بكتير في كتير كتير مواضع كتيرة في الآيات القرآنية. والرسول صلى الله عليه وسلم ليه أحاديث كتيرة بالاهتمام والاحتفاء باليتيم. في جزئية مهمة يعني نفسي أنا قلت يعني أو اقترحت ده قبل كده أو طالبت بيه، ونفسي إن هو حلم يتم، يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا قادر على كل شيء، نفسي إن ما يكونش فيه دور أيتام، يعني ما زلت بقى أكررها، ولا يكون فيه دور أيتام ولا يكون فيه دور مسنين. ممكن ناس تقول لي طب أمال الناس دي هتروح فين؟ هو طبعا حلم ان يكون المجتمع فيه نوع من التكافل ونوع من التراحم، ان يكونوا الايتام، الايتام دي مفروض تكون في بيوتنا، والمسنين برضو يكونوا في بيوتنا حتى لو ما لهمش حد، اذا كانت الامهات او الاباء ما لهمش حد اكيد في ليهم قرايب، ليهم جيران، ليهم اصحاب، ليهم معارف، فكل ما يكون يعني هو ده الاندماج الطبيعي والتراحم الطبيعي اللي ربنا اوصانا بيه. وايضا الايتام، يعني احنا عندنا مشكله في دور الايتام، ان كتير منهم يعني ربنا يا رب يحفظهم ويعافيهم وما لهمش ذنب، كتير منهم مجهول النسب، وللاسف كتير يعني ثقافه المجتمع بتعاقب الاولاد دول على ان هم ايتام مجهول النسب، يعني ما عندوش بابا ولا ماما. وشفنا ده لما نزلنا كتير قد ايه كان كلام صعب يوجع القلب قوي، ان ممكن الاطفال من اهاليهم عارفين ان دول معاهم في المدرسه وان ده ما عندوش بابا ولا ماما، وبعد شويه لما الاولاد دول بيكبروا وعايزين يشوفوا حياتهم، مجرد ان هو انت تعرف ان هو كان في دار ايتام فالتعامل معاه مختلف، نظره الاختلاف اللي احنا دايما بنتكلم فيها لاي حاجه مختلفه في حياتنا، نظره الاختلاف اللي ما زالت ثقافتنا لم تتغير فيها. يعني صحيح ان بدا عندنا وعي اكتر من الاول، وبدا في ناس كتير عندها احساس بالمسؤوليه ناحيه اتجاه الاخرين المختلفين ايا من كان الاختلاف، اختلاف في اعاقه، اختلاف في ثقافه، اختلاف في دين، اختلاف في اي من هو كان الاختلاف، ولكن بدا في ده، ولكن ما انتشرتش بالشكل الكبير. محتاجين يكون في عندنا وعي اكبر، وازاي نستوعب ده، لان هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. في حديث جميل قوي انا مش عايزه اطيل على حضراتكم النهارده في ده، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ناويه ان احنا بفضل الله ان شاء الله ان احنا نشتغل على ده، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحقق لنا حلمنا ويكون في فعلا اللي احنا بنتمناه. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني بيجمع كل يعني في رايي، طبعا في احاديث كتير قوي لكن الحديث ده بالذات انا بحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ وشوفوا بقى حطوا تحت ادراك الحاجه، وطبعا ولين القلب، لان احنا للاسف يعني الا من رحم ربي بقى عندنا كتير مرضى بقسوة القلوب، وربنا يعافي الناس بالذات من قسوة القلب.
حتى رسول يعني حتى في آية كريمة يعني لا أتذكر السورة، ولكن ويل للقاسية، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للقاسية قلوبهم. شوفوا يعني الويل ده حاجة وادي كبير في جهنم، فشوفوا قاسي القلب دي حاجة إزاي كبيرة عند ربنا. فهو بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم عايز قلبك يلين وعايز تدرك حاجتك أي من كان حاجتك أي من. وطبعا كلنا عندنا حاجات، خاصة في هذه الأيام كلنا عندنا حاجات، وبنتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يسد حاجتنا. رب يعني أوصاك الرسول بإيه؟ عفوا، ارحم اليتيم وامسح رأسه، اطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. روشتة فيها كل حاجة إذا كنت عايز، وبنتكلم عن قسوة القلوب وبنتكلم على إزاي الناس كلها في احتياج، هي روشتة بسيطة إزاي أن أنت يعني تكفل اليتيم. والكفالة ليست فقط أن أنت تدعمه بالمال من بعيد، ولكن الكفالة أن أنت تدعمه نفسيا ومعنويا. وشوفوا قد إيه طبعا مسحة الراس دي، على فكرة لما تيجي تضم أي حد، يعني طفل يتيم أو امرأة مسنة أو يعني أب مسن من أبائنا أمهاتنا اللي هم في دور الأيتام، في دور المسنين ودور الأيتام، انت اللي بتحس فعلا براحه في قلبك وبتحس بسكينه وتحس قد ايه ان ممكن يلين قلبك. لان ناس كتيره بقت دلوقتي يعني الا من عافاه الله، بقت الناس من كتر الضغوط الحياتيه وكده ما بقاش حتى عندها وقت ان هي تفكر في ده، ان هي قلبها قاسي ولا مش قاسي، ولكن هي في قسوه قلب لا ندركها الا بالتعامل مع الاخرين. بتيجي تتعامل مع حد تحس ان هو متغير، تحس ان هو بقى فظ في التعامل، تحس ان هو اسلوبه وكلامه وطريقته معاك فيها نوع من القسوه هو لا يدركها، يعني اللي بيتكلم نفسه لا يدركها. يعني الا من رحم ربي، ربنا يعافينا جميعا يعني يا رب، ويا رب يعني نقدر فعلا نحقق الروشته دي، اكيد هتفرق معانا كتير قوي. تعالوا بقى ندخل في حلقتنا النهارده. احنا من حلقتين تقريبا او حلقتين فاتوا كنا نزلنا بكاميراتنا، كانت جات لي رساله من يعني راجل اسمه ابراهيم. الراجل ده قال ان هو كان بيشتغل يعني عامل بنا، وان هو يعني ربنا يعافي يا رب كل من مبتلى، والابتلاءات اللي بتيجي على غفله، والناس طبعا معظم الابتلاءات بتيجي كده واحنا ندركها الا يعني من رحم ربي، بان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرفع عنك البلاء بحاجات زي ما انا بقولها لكم كده، ان انت بتعامل ربنا في الناس وان انت ازاي تتعامل مع الناس حتى يرفع عنك اي ابتلاء. ربنا يعافيكم جميعا يا رب. هو وقع وجات له جلطه، وطبعا اكتشفوا ان هو عنده ورم في المخ، وكان بيستغيث بالبرنامج ان هو محتاج بضاعه للكشك عنده. والحمد لله يعني بفضل الله بالتعاون مع جمعية الأورمان قدرنا ان احنا نروح ونبعت له البضاعة اللازمة اللي هو يقدر يمشي بيه حاجته. وعلى فكرة يعني الحالات اللي بتبقى زي كده بتبقى من الحالات اللي انا بسعد بيها قوي، وتلاقي رزقها سبحان الله بيجي على طول، لان هو بيبقى مش عايز يمد ايده، هو يعني بكرامة وبعزة طالب ان هو يكون له مصدر رزق. تعالوا نشوف مع بعض، نفتكر مع بعض ابراهيم واحتياجه في ان هو كان محتاج بضاعه، والحمد لله قدرنا نسد له البضاعه، ولكن فوجئنا في التقرير ان هو ليه مطالب اخرى. وطبعا كالعاده احنا ما بنروحش نصور مع حد او نشوف حد الا اذا كنا رايحين نسد حاجه، بفضل الله يعني ان احنا نكون سبب في سد الحاجه دي، ممكن تكون ليه مطالب اخرى فربنا برضو ممكن يرزق بيها. تعالوا نفتكر مع بعض حاله ابراهيم ونرجع تاني. اسمي ابراهيم عبد الوهاب محمد، عندي 43 سنه، كنت شغال على خلاطه، واجيت دماغي وقعتني مره واحده كده وشفتش قدامي، رحت الدكتور كشف عليا، طلب اشعاعات وحاجات، وقال مبدئيا دي جلطه. لسه الديون قبل معايا زادوا على حوالي 8000. اقول لك حاجه، والله اقل شهرين ما خدتش علاج، والله اقل شهرين ما خدتش علاج عشان ما فيش فلوس. علاج حضرتك جاي فجاه اهو، علاج فاضي اهو، علاج فاضي. العلبه دي تمنها اهو 285 جنيه. والله ما معايا اجيب اهو. انت حضرتك جيت عافاك ابو عيال اهي. اسالهم اهو. احمد اهو. بقول لك ماشي عند الله كده. اكل طاقه اسيب طاقه.
اقول لك ايه ماشي هذا ماشي كده مبارك. اقول لك احنا كل شيء حرام حرام ننكر فضل ربنا علينا، حرام نقول ربنا ما فيش، لا في الحمد لله في الحمد لله. وقالن كده رضا، وقالن كده رضا الحمد لله. اقول ايه اتوقعتش العاد اتصل بيا يقول لي عم ابراهيم انت عايز ايه عشان يجيبه لك. صراحه ما صدقتش صراحه لحد امبارح بالليل ما كنتش مصدق الحكايه دي. قلت مصر فيها غير، والله قلت مصر فيها غير. صح زي سيبك الكلام لا الكلام ده كله خسران، مصر فيها غير. وكون حضراتكم اهتموا بالحاله بتاعتي ويجوا مصر حد هنا انتوا فعلا قال غير. واول حاجه اشكر الاستاذ وفاق طولان، اشكره جميله على دماغي كل وقفوا معانا. احنا تبلغنا بالحاله من برنامج مصر احلى قناه المحور، تواصلنا مع الحاله تلفونيا، اتصلنا بيها، بعتنا مندوب يبحث الحاله ميداني، المندوب وصف الحاله اللي هي تستحق المساعده، صدق له اللي هو ببضاعه للمحل، اجر المحل هو، فجبنا له بضاعه ب 3000 جنيه وهنفرش له المحل النهارده بالبضاعه ان شاء الله، وعياله يديروا المحل ان شاء الله ويبقى فيه دخل على البيت. دايما زي ما بقول لحضراتكم بكررها كتير واذكر نفسي، الاقي ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا برزق معين، والناس يعني ويمكن كل زمايلي في الاعداد الاولاد اللي معايا عارفين ان انا دايما كنت اقول لهم كده، سبحان الله كل واحد ورزقه. اما بنيجي اقول لحضراتكم اي حد بيكلمني في حاله وممكن خلاص حفظتوني بالجمله اللي انا بقولها يعني المعروفه انا بيها يعني اللي هي اقول الله المستعان. كل ما حد بيطرق بابنا بيبقى رزقه دي بتاعت ربنا، احنا ما علينا الا السعي. في حالات زي كده زي ابراهيم بتلاقي سبحان الله ربنا رزق بيها، حاجه بينه وبين ربنا حكمه يعلمها الله احنا لا نعلمها. التقرير وهو بيتذاع يوميها وطبعا يعني انا عارفه ان دمعه الراجل بتبقى صعبه قوي، يمكن قلتها كتير، ان السيده بطبيعتها بتبقى عاطفيه بتتاثر تاثر على طول فتبكي، ولكن الراجل لما يبكي بتبقى صعب قوي، بيبقى احساس بالقهر واحساس صعب يعني. ودايما دمعه الراجل بتهزني قوي اكتر من دمعه الست، ربنا يعافي الناس جميعا يا رب. واحنا التقرير شغال، الحلقه شغاله، فاتصلت بينا سيده كريمه وقالت شافت ان هو ابراهيم محتاج علاج، يعني حتى ما لحقناش ان احنا نتواصل لسه مع بنك الشفاء ونشوف ان هو ازاي يقدر يسد له علاجه الشهري، لقينا ان هم ان السيده بتقول انا متكفله بعلاجه وبعتت له على طول بفضل الله يعني بعتت له فلوس العلاج اللي هو يجيبها بالشهر، وقالت ان انا متعهده بان انا يعني اكون اسد ثمن العلاج كل شهر مبلغ 2000 جنيه اللي هو يعني 1700 جنيه و300 جنيه ليه. ربنا يبارك فيها يا رب ويجعله في ميزان حسناتها، حتى هي ماجوره على النيه بمشيئه الله ولا ازكيها على الله. الحاجه الثانيه وهي دي بقى الفرحه بتاعتي انا،
لما بتكون في حلقة احنا شغالين فيها وفي ناس احنا عملنا حاجة بفضل الله وقدرنا ان احنا نعمل قدر المستطاع، ولكن في احتياجات تانية، نزلنا كرة كتيرة ونزلنا حاجات كتيرة، الاقي الناس بعد من خلال الحلقة اللي بتشوفها بتبقى عايزة تتعاون معاها، خاصة اللي بيتعاونوا معانا بشكل فعال قوي هم اللي يسعوا، هم اللي اتصلوا بينا المصريين اخواننا اللي عايشين في الخارج، بيبقى عندهم احساس مسؤوليه، بحس ان هم مسؤولين اكتر ناحيه مصر، حاسين ان دول اهاليهم ودول احتياجهم وهم دول الاولى ان هم يطلعوا لهم ما يسد احتياجهم. يعني بتبقى ليها فرحه كبيره قوي ان انت في خلال الوقت اللي انت بتعرض فيه على الشاشه دي في ناس بتستفيد، اللي هو محتاج ده مستفيد، واللي كمان بيسد الحاجه هو ايضا القادر على ان هو يساعد مستفيد، لانه شايف الناس اللي هي محتاجه الاحتياج الحقيقي. وسيدة أم نوران وأبو نوران ربنا يبارك فيهم دايما بيتعاونوا معانا وبيشوفوا حالات كتيرة، ودي مش أول مرة يتعاونوا معانا في حالة من الحالات، هم اتصلوا بينا وقالوا لنا إن احنا عايزين نتابع الحالة دي وإن احنا نسد دينه وعايزين باسم البنات. وحاجة جميلة إن هي بتعلم بناتها إزاي يكون عندهم، بناتها دول يعني تقريبا مولودين برا وعايشين برا ولسه ما نزلوش مصر أو بينزلوا في أجازات يعني تقريبا يعني، ولكن هي بتعلمهم إن دول أهاليكم ودول محتاجين لكم، فمن خلال مدخراتهم ممكن يعملوا يسدوا حاجة راجل زي ده. أكيد فرحتها كبيرة ببناتها، والبنات إن شاء الله لما يشوفوا التقرير دلوقتي ويشوفوا فرحة إبراهيم، ما إحنا رحنا له وعملنا له مفاجأة علشان نكون يعني مرضناش نقول له إن إحنا جايين نسد الدين. بحب دايما لما نروح لحد يكون عنده حاجه معينه ويكون احنا جايبين رايحينها له فجاه فيحس بفرحتها، يعني يحس قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى سمع دعائه، بينه وبين ربنا يعني ايه، بينه وبين ربنا دعا ايه، قال ايه، دي حاجه بتاعت ربنا على طول، ربنا يعني كرمنا بالفلوس اللي كان محتاجها ابراهيم عشان يسد دينه. وفي حاجه مهمه، يعني احنا لما رحنا وشفنا الكشك وكان يعني انا كنت شايفه ان هو محتاج حاجات تانية كتير، ونفسي كل حد احنا بنساعده احنا بنحطك على الطريق، بنحط خطوه على الطريق. هو ممكن يكون مريض لكن زوجته ربنا يديها الصحه والعافيه واولاده ربنا يبارك فيهم يا رب يقدروا يكملوا ويقدروا يساعدوا. احتياج اللي انت ممكن تحتاجه في البدايه يتعمل، وانت عايزه الناس تكمل تسعى، ولما هتسعى ربنا هيديها، تحاول بقدر الامكان. يمكن انا اتكلمت معاهم في الموضوع ده واتكلمت معاهم بره التسجيل ان انا محتاجاكم ان انتوا تكبروا الموضوع، تكبروا المشروع بقدر الامكان. ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلوا مصدر رزق اليوم، ويجعلنا دايما يا رب كده يعني ساعيين في الخير، ويكون ربنا ياجرنا عن يكون خالص لوجه الله الكريم. انا هسيبكم ونطلع فاصل واسيبكم مع تقريرنا مع ابراهيم، وما تنسوش قعدتنا بكره ان شاء الله الساعه 10 صباحا ويوم الاثنين الساعه 11 مساء. اترككم في رعايه الله وامنه، الى اللقاء ان شاء الله. النهاردة في محافظة البحيرة تحديدا في مركز بدر، جينا النهاردة لعم إبراهيم. عم إبراهيم اللي شاف معانا الحلقة من حوالي أسبوعين كده، كنا عاملين تقرير للراجل اللي بعت لي رسالة وكان بيقول كان يعني بيستغيث بالله طبعا ثم بأمة الله الفقيرة في ان هو عايز حد يساعده، وان هو حكايته ببساطة اللي شاف التقرير معانا حكايته ببساطة ان هو كان بيشتغل عامل بنا وعنده 4 أولاد وفجأة وقع فجاله ارتجاج او جاله جلطة في المخ واكتشفوا ان هي جلطة، وبعدين اللي يكتشفوا بعدها ان هو عنده ورم في المخ ربنا يشفيه ويعافيه. احنا بالفعل تواصلنا معاه ولقينا ان هو محتاج بضاعة لكشك زي ما شفتوا هنا، ده المحل، ولقى البضاعة اللي احنا جبناها بالتعاون مع جمعية الأرمان ربنا يبارك فيهم. وسبحان الله في حاجات بتبقى رسائل، يعني احنا جينا هنا علشان هو كان طالب بضاعة، ولما رحنا يعني تم التصوير مع إبراهيم لقينا ان هو عنده مشكلة تانية، ان هو عنده دين، ما زال عنده دين حوالي 8000، لان هو لما وقع وبدأ يجيب علاجه حوالي تكلفته حوالي 1700 جنيه في الشهر، طبعا بدأ يتكوم الدين لحد ما وصل ل 8000، وكان عنده يعني كانت مشكلة كبيرة ان هو مش قادر حتى يجيب العلاج. الحمد لله الحمد لله، دايما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الرزق امتى وازاي كيفما يشاء والمين، ده اختيار ربنا، عشان بس في ناس كتيره ممكن تقول اشمعنى في حالات ممكن سريعا، لان الراجل ده والتقرير شغال
اتصلت بينا مشاهدة كريمة وهي مش حابة تقول اسمها، ربنا يبارك فيها ويجعله في ميزان حسناتها، وسألت على تكلفة العلاج وتكفلت بيه مدى الحياة، ربنا يبارك فيها ويجعله في ميزان حسناتها يا رب. وبالفعل بعتت له على طول فلوس العلاج الشهر ده، ممكن حتى احنا ما لحقناش لسه، كنا نتواصل مع بنك الشفاء، ولكن هي اللي تكفلت بالعلاج وقالت ان هي هتبعته له على طول، وبعتت له حوالي 2000 جنيه وقالت ان هي منها ليه 2000 جنيه كل شهر الى ان يشفي رب العالمين، وقال ان يكون ده على طول على طول موجود على طول، ربنا يبارك فيها ويجعله في ميزان حسناتها. ودي كانت المشكله المهمه او المشكله الاهم. بعد الحلقه على طول تواصلت معانا السيده الكريمه او المشاهده الكريمه اللي دايما متابعه معانا، سيده ام نوران. ام نوران هي سيده مصريه يعني عايشه في الخارج، ودايما كانت بتشوف هي وكل المصريين في الخارج والناس المصريين في الخارج، بلاحظ دايما انهم عندهم انتماء يمكن اقوى من ناس كتير هنا، وعندهم احساس بالمسؤوليه. والجميل المره دي ان ام نوران يعني بعت الفلوس اللي هي الدين ال 8000 لعم ابراهيم النهارده، احنا جايين لحد عنده النهارده عشان نديها لهم، وتكون مفاجاه هي بعتها باسم بناتها من مدخرات بناتها علشان تعلم بناتها انتمائها نحو اهاليهم اللي موجودين هنا في مصر، ازاي يكون في انتماء ناحيه الناس المصريين الموجودين، وتعرفهم ان في مصريين محتاجين، ولما يكون انت معاكي حتى لو انت مش عايشه في مصر ازاي تتواصلي معاهم، وازاي تمدي ايديكي، وازاي بالفعل تحسي ان هم دول اهلك. أميرة ونوران ومنى بعتين النهاردة يسدوا الدين لعم إبراهيم، وإحنا النهاردة جايين علشان نسد له الدين، وبنشكر كل المصريين اللي عايشين في الخارج اللي دايما بيتواصلوا معانا واللي دايما متابعين برنامجنا وبيحبوا إن هم فعلا يدعموا الحالات اللي هم ممكن يحسوا فعلا فيها مصداقية من خلال برنامج مصر أحلى، وبشكرهم كلهم جدا وربنا يبارك فيهم إن شاء الله، ويعني في ميزان حسناتهم. اللي لم تشكر الناس لم تشكر الله. احنا النهارده جينا لعم ابراهيم علشان نسد له الدين، وان شاء الله تكون دي فرحه كبيره عليه، لان هو ده كان الهم الكبير اللي كل شويه كان يكلمنا عليه، وفضل الله النهارده باذن الله تكون دخلتنا عليه دخلت فرحه. وتعالوا نشوف هنا ده المحل اهو اللي فيه البضاعه اللي احنا عملناها المره اللي فاتت، ومفروض السيده زوجته ام عبد الله موجوده هنا. تعالوا نشوف ظروف المحل ايه والدنيا هنا عامله ايه، بيبيعوا ويشتروا ازاي، فرق معاهم شويه برضو على الاقل، اكيد ده مصدر رزق اتوجد اللي هو هي على الاقل خالص هيسد احتياجاتهم الاساسيه. تعالوا نشوف هنا وبعد كده ان شاء الله نطلع لعم ابراهيم، تعالوا معنا نشوف. السلام عليكم. ازيك يا ام عبد الله، عامله ايه؟ ازيك، اخبار ايه؟ تمام الحمد لله، نحمد ونشكر فضله. النهارده في المحل النهارده مري الشغل وكده، قلت اما اجي اقعد مكان الواد شويه. تعالى بيقعد هنا في المحل عبد الله ابني. عبد الله فين؟ عبد الله تعالى يا عبد الله. ازيك حبيبي؟ الحمد لله. سنه كام يا عبد الله؟ انا في ثالثه زراعه، في ثالثه سنه زراعه. اخر سنه دبلوم؟ اه ان شاء الله. تكمل؟ اه ان شاء الله. تخش كليه ايه؟ انا بامر الله اخش كليه الزراعه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. قول لي فرقت معاك؟ يا ماما بتقولي ان انت بتقف كتير هنا، فرق معاك بقى؟ بتحس ان في بيع احسن شويه؟ كل ما يكون في بضاعه بيبقى في بيع احسن؟ اه اكيد طبعا، يعني ما بيبقى كل ما البضاعه بتكتر في المحل يعني الناس تسال عليها، حاجه بتبقى موجوده بتاخدها، فلما بتبقى الحاجه موجوده لازم تاخدها، فما ينفعش طبعا اقول لهم ما فيش. يعني شاب اهو ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك يا عبد الله. يعني انت هل تقدر مثلا من خلال البضاعه الموجوده، بضاعه ممكن تكون مش كل حاجه موجوده، لكن انا شايفه في حاجات كتيره ممكن تنفع الاولاد وهم رايحين المدرسه جايين المدرسه مثلا، مش عارف الحاجات اللي هي البسيطه دي، هل تقدروا مثلا تعمل في حاجه اسمها دوره اقتصاديه كده، بحيث ان انت ممكن نجمع مبلغ، يعني مثلا احنا بناخد بيطلع لنا الرزق بتاعنا او الربح بتاعنا، اطلع منه حاجه بحيث ان انا اشتري بضاعه ثانيه؟ تعرف تعمل ده؟ ساعات وساعات، بس هو ساعات الفلوس اللي بتيجي من المحل ساعات بتصرف على البيت كده، يعني اللي جاي بيبقى على قد اللي رايح. فعلا انا عارفه ان ممكن تبقى المشكله ان اللي جاي على قد اللي رايح، بس عايزين برضو بقدر الامكان، انت برضو شاب بقى دماغك متفتحه، نقدر نعمل بقدر الامكان بقدر الامكان ان انا ازود البضاعه بقى، يعني في بضاعه جت خلاص في دعم جالي، يبقى احنا بقى اللي نقدر ندوره بشكل صح. هو دوت ان شاء الله هيحصل، بس طبعا لما يعني ابويا يبتدي يعني يرجع حتى حبه زي الاول، بحيث يبقى في جزء اتسد، ان احنا نقدر بعد كده نعمل حاجه بقى بالفلوس اللي هي كانت رايحه للجزء دوت، تبقى ناخدها نعمل بقى حاجه تانية. في ساعات من فلوس بقى اللي بداتوا تدوروا بيها هنا المحل في البضاعه بتسدوا بيها لحد؟ ايوه.
الله لو ما فيش دين هتقدروا يعني تقدروا بقى من الفلوس دي اقدر اجيب بضاعه تاني؟ اقدر اجيب بضاعه واقدر اجيب كل حاجه، لان هو الدين هيبقى اتسد. يكون خير حبيبي يا رب ان شاء الله. احنا بقى عايزين احنا كده يا كل زمايلي ننفعكم بقى، نجيب بقى عندنا جايين بقى عارف طريق طويل وما افطرناش، ناخد بسكوتات واحده. يلا شباب اللي عايز يشتري بقى حاجه. الله يخلي حضرتك، معلش تعبناك والله، ابعد عليكم معلش، شرفنا بيك والله، شرفنا بيك والله. الله الله يخلي حضرتك. اتفضل. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله رضا يا رب، الحمد لله. ربنا يعني يديك نعمة الرضا ويشفيك ويعافيك. وأقدر من كده الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. طمني عليك، صحتك عاملة إيه دلوقتي؟ والله الحمد لله، أنا أول الحمد لله. جبت الدواء؟ جبت الحمد لله. صراحة آخر حاجة كنت أتوقعها أشوف حضرتك. ربنا يبارك فيك. والله والله الحمد لله. الله يخلي عنينا والله. الله يخلي حضرتك، الله يخلي حضرتك، يديك صحه والعافيه ويشفيك ويعافيك يا رب. الله يخليك، الحمد لله يا رب، الحمد لله. انت اللي بتكلمني وبتبعت لي رسائل ولا حد تاني؟ انا ما اعرفش اكلم فبكتب، معلش زهقتك. لا لا ما زهقتنيش ولا حاجه، على عيني. والله عارف زهقتك والله. خالص خالص، انت اول مره كلمتني رديت عليك. ايوه ده حق ربنا حصل. ايوه ده حق ربنا. ما اكتر الناس المحترمه الا شرف بيكي والله. ربنا يبارك فيك يا رب. والله الاول خالص لما بعت لي رساله قلت لي ان انت مريض وان انت وقعت على دماغك. وانت احكي لي كده برضو. طبعا يعني هما الناس تحت بيقول لك عم ابراهيم بس انت لسه صغير يا عم، انت عمال تقول بقى يعني 43 سنه. 43 سنه لسه شاب اهو، ربنا يديك الصحه والعافيه وهيشفيك ويعافيك وتنزل تشتغل تاني وتبقى زي الفل. يا رب يا رب. شغال اول عامل بنا صح؟ كنت شغال على خلاطه. صب اسف دي بس يعني في القاهرة مش موجودة قد كده، في أجهزة حديثة يعني، بس هنا اشتغل بقى بخلاطة. فشهر 7 كان في يوم حر خالص كده، وكنت قاعد قال لي 3 أشهر شغال صراحة. فجي اليوم ده بقيت عليا قال لي تيجي بكرة، قلت له رحت الدور كده لقيت الدنيا أسودة كده مرة واحدة في وجهي. وقعتش من فوق حاجه ولا كعبلت انت دخت؟ لا لقيت الدنيا سودة كده قدامي كده، قلت يا رب ايه واحد يموت ولا ايه؟ رحت واقف تاني، قلت برضو ايه كمل برضو. فرحت رجلي الكعبله رحت واقع على السطح. فوقعت من الارتفاع قد ايه بقى؟ 4 متر. رحت واقع بقى، كنت لابس بقى مغزى هدوم خلاطه وبتاع، رحت واقع على الارض. وانا قاعد فقلت ايه يد اقعد اشرب سيجاره كده وهده ويبقى كويس. بعد ما وقعت؟ بعد وقعت على دبه الرمل اللودر يعبي منها، اللودر الصغير يعبي منها. فوقعت بصيت كده لقيتش عادي، فدماغي عماله تدوخ. رحت قاعد كده، جيت قعد فلقيت راح لا اخذ، رحت واقع ورحت مرجع اغمى عليا 3 ساعات. ساعتها
فمشوار خط الوعي 3 ساعات. محدش انقذك في 3 ساعات يعني؟ كنت ورا بقى، وقعت محدش شافك، انت وقعت ورا محدش شافك، مفيش حد لاحظ. قالوا قلت 3 ساعات في حمام ولا حاجه. فايه نسوا بقى، فتنيتني قاعد لحد ما خلصوا يدوروا، جابوني من ورا حطوني في عربيه بيني وبينهم 4 ساعات على ما نيجي هنا. عربيه بقى منها اشد خلاط امشي بالراحه. فعلى جيت هنا فقالوا لازم اعمل اشعه مقطعيه. فقت بقى وبعدها؟ اشفقت ايديا عامله كده ولساني ورجلي من دي ما حركش خالص. شلوني يعني رحت في حته قالوا انت عايز اشعه مقطعيه. عملت مقطعيه ايه؟ عملت مقطعيه او 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 اول حاجه عملت دي اللي هي من 7 اشهر. كل ده ان 7 اشهر. دي ايه التاريخ بتاعها؟ ايه 18/7. دي اول واحده عملتها دي. فاجد قال لي شاكك في حاجه غير يا دكتور، قال في حاجه كده مش باينه، اعمل رنين مغناطيسي على مخه وعلى النخاع الشوكي. رحت عملتها في اسكندريه، قعد 4 ساعات على الجهاز، كنت هموت هناك برضه صراحه، ادوني بنج ومش عارف ايه. عملتها جيد، فاولاد حضراتكم هنا قالوا في حته ثانيه احسن. رحت مع الناظر، رحت مع الناظر اهو شافني قال نفس الكلام، قال في ورم على المخ، قال في يعني لقوا ان السبب لما اغمى عليك ده ان الورم على المخ هو ده السبب. دي في شريان المخ، دي في شريان اللي طالع المخ، فعمل ترقمات باينه في اشعه وراها حضرتك. معلش، دي في شريان في المخ عمل ورم ولا ده حاجه وده حاجه؟ رقمت قعدت دي قعد يرقم لحد ما اغزم عمل ورم باين هنا في اشعه. عملت عداء 6 اشهر اللي هي الثانيه دي، قال واقف الحمد لله اش نشط، قال الورم بتاعك واقف زي ما هو يعني يا دكتور، قال بعلاج بقى. تأثيره عليك ايه بعد ما انت اكتشفته؟ بدا ياثر على جسمك، مش قادر تمشي، مش قادر ايه بقى؟ ايدي تقيله ولساني زي حضرتك شايفه، رجل برضه. اول كنت افضل، بتتكلم احسن؟ لا، اول تعب انا ما كنتش انضى خالص. قبل ما تتعب كنت كويس؟ قبل اتعب كنت قرد يعني ما كانش مقصر. ما هو بقى الورم ده بان فجاه. هو قال لي ده عاجم فتره، بس اما جات لك الجلطه ضغطت على المكان ده فبانت، لكن هو ده ممكن اعيش بيه. قال لي يعني هو مش ناشط ممكن اعيش بيه، بس يعني ايه باحسن يخفف علاج. رحت عملت 6 اشهر، قال الحمد لله، واقف بنعالجه، بس نكثف العلاج شويه. قلت له ماشي. فطبعا كثف لي علاج وعلاج كتير بصراحه يعني، بس شفا ان شاء الله. الحمد لله. وصلك الحواله اللي من السيده الفاضله عشان جبت الدواء؟ ايوه، اشكرها مع حضرتك، شكرا لحضرتها. العلاج واخدته؟ ايوه الحمد لله. هي ان شاء الله تبعت لك كل شهر عشان تجيب اهم حاجه العلاج. الله يخلي حضرتك، الله يخلي حضرتك والله. قول لي، انت كنت بتقول لي ان عندك مشكله، المهم او من الاهم موضوع الدين. هو مشكلة أول أجد عبد عد 10 أيام عم روحت عملت إشعة دي، فصراحة ما فيش يعني، شغال بنومية في يوم وأربع عالم صرف البيت صرف كتير يعني، فربك والله كانش عايز فلوس. في ناس قد يعني الناس اللي حاجة أطلعها، فجينا حسبناهم لقينا الفلوس اللي لمت 2000 جنيه اصوفا. اول حاجه واحد اتبرع بعربيه قال روح اعملوا اشعه، خدنا 2000 جنيه فعلا، رحنا اسكندريه فضلنا
ازيدها من اجع. قالت اجع ازيد 1000. بنتي ازاي خد 1000؟ قالت لا ازيد 1000 بحبس. اضطريت ارجع تاني، فالناس جت بقى تطمن عليا، فقلت له والله عملت شو وضع كذا كذا. فوعد طلع فلوس يعني من معاه وقال خد فلوس اجع. وعملت اشعه، خدت منه 4000، رحت عملت اشعه وجيت بقى علاج طبيعي كده جلسه 40 جنيه والله يعني. اقول جت منين؟ جت عند الله كده، مره ومره لا مره يعني. الحمد لله عملت 30 جلسه، عملت 30 جلسه لحد في اخر قلت ايش هروح بقى، عمال اصرف فلوس وخلاص ايش هروح، امشي شويه في البيت وعل عامل في ايدي وخلاص واروحش هناك وخلاص. تاني مره برضو 5000 واحد ادينا له 1000، جمعت عليا 8000. يعني هم 8000 ثمن الاشعه والاشعه والحاجات اللي هي ثمن. يعني انت مديون للاثنين بس؟ لا مديون للاثنين، ادينا فلوس بتاع الاشعه. اتنين ادولك فلوس؟ اتنين ادوني فلوس الاشعه والله. بقى يجي يبص بقى يعني الراجل عليا، صراحه حاسس يعني اللي هو بس محرج محرج محرج، اقول ظروفه صعبه برضه يعني. هو كان عاجة جمعيه واداني يعني، هو ادالك رغم ان هو طبعا ظروفه هو كمان ربنا يبارك فيه طبعا. انا بقى طبعا يعني في الوقت ده كأي حد صراحه اللي كان حاجه كان يدفعها، لان وقت الدكتور يقول قدامكم 48 ساعه ما عملتوش ممكن يموت. فطبعا كنا عمال نجري بقى، والناس يعني يطلع معانا بعربياتها وبهدله اسوف الله. الحمد لله ان ربنا برضو بيسخر لك الناس وبيساعدك. وبعدين في حاجه كويسه برضو يا ابراهيم، يعني ربنا يا رب يبارك فيك ويشفيك ويعافيك. انت اكيد بتقول يا رب، لان ربنا يسبب ناس ويبعت لك ناس. ويعني واحنا بنعرض التقرير بتاعك اتصلت بينا يعني السيده الفاضله اللي بعتت لك الفلوس يوميها، اتصلت وقالت انا عايزه ابعت له العلاج. وانت بتقول يا رب، انا عارفه ان انت عندك موضوع الدين، وبعت لي رساله بعدها قلت لي انا محتاجه اسدد الدين. اكيد يعني في ناس ممكن تقعد فتره طويله ظروفها صعبه وبتقول يا رب، ولكن ربنا بقى ليه حكمه ان هو ممكن ما يقدرش يسدد دلوقتي، حكمه ربنا. ولكن واضح ان انت ليك يقين في الله، وبينك وبين ربنا حاجه عشان يعني ان هو يجيبنا ويسخر لك الناس. دي ربنا الصراحه برضو خايف اموت عليها فلوس دي. اديك الصحه والله خايف منين. ما ايش فيك وعفيك؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش يعني، اكيد انت عارف بتشوفني وعارف ما بحبش العياط. تابع حضرتك والله والله ربنا كبير برضو ابعاكوا لينا والله يعني. جون برضو حضرتك اتعبوا نفسكوا وتيجوا حد هنا، ده والله شرف لينا. شرف لينا احنا. الله يخلي حضرتك. احنا ربنا اللي بيبعتنا. الله يخلي حضرتك. احنا ربنا بيبعتنا، وسبحان الله مثلا يعني لا بنعمل حاجة من نفسنا ولا اي حاجة، وشوف ربنا بعت لك في فلوس الدين. الحمد لله من جاي لك من نوران ومنى واميرة، دول بنات جميلة، ولاد بنات السيدة ام نوران وابو نوران، عايشين برا مصر وشافوا التقرير بتاعنا واتصلوا بينا وقالوا ان احنا عايزين نسدد دين عم ابراهيم، واحنا جينا النهارده عشان نفرحك ونسدد عنك. بركه في حضرتك والله، بركه في حضرتك يا استاذ، بركه في حضرتك والله والله، بركه في حضرتك، وشاكرين لحضرتك والله والله، شاكرين لحضرتك واسلسل اللي حد شايفهم. بس انا اقول لهم شكرا شكرا، انتوا جيتوا لحد هنا وتعبتوا نفسكم عم مشوار ده والله والله. الحمد لله الحمد لله يا رب، ربنا اللي بيسبب الاسباب. ربنا عمل كده. انت حضرتك شوف الموضوع ده ازاي استغربي، قاعد هنا وحضرتك على التلفزيون، فقلت ايه ده استاذ وفاء يساعد الناس. طيب ارن كده، قعدت ارن، كانت خطوط مشغوله، فلقيت صفحه حضرتك
قلت من رابع مسلسلات ابعت لها ادال ولا حاجه ولا طلب صداقه. فعلا بعت حضرتك، لقيت حضرتك وافقني، كلمت حضرتك فعلا لقيت حضرتك كلمتيني وبعد والله 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 انت بامان الله اقول لك، بس مش كده حضرتك اكتر حاجه حلوه في مصر والله. ان في حضرتك اتنين في مصر دي ايش يبقى في اي مشكله؟ عارف حضرتك بساعد اللي بتقدر عليه، عارف حضرتك، بس ربنا يوقف لك وادي حلال. والله ربنا يوقف لك وادي حلال. ربنا يبارك في الناس اللي بتساعد. الله يخلي حضرتك. ربنا يبارك في الناس اللي بتساعد. وكفايه يعني بلاقي اما باجي والاقي فرحه الناس بحاجه زي كده، دي بتبقى كبيره قوي عند ربنا. والله حضرتك والله الحمد لله، الحمد لله حضرتك والله ساعدتنا في حاجه زي دي. وعارف انا ساعدت حضرتك وكل شويه عمال اكلمك وهبعت لك، بس ايش عارف اعمل ايه؟ قلت يا رب ممكن واحد ينام يعني يوم الصبح يلاقي نفسه كده. ربنا يا رب يتقبل ان شاء الله. وشوف بقى وادعي برضو للناس اللي يعني. الله يخلي حضرتك. الله يخلي حضرتك. 8000 جنيه. ماشي ماشي يا زلمه، شكرا افضل. الله الله يخلي حضرتك. يعني يبارك لك ويشفيك ويعافيك ومش هنعيط تاني بقى. الحمد لله، لا الحمد لله خلاص. حتى لو حصل حاجه يبقى الواحد مرتاح بقى. ربنا يشفيك ويعافيك. بركة في حضرتك. ويعافيك وإن شاء الله ربنا يبارك لك في أولادك. إن شاء الله يعني برضو المحل ده يجيب رزقه بقى. أنتم مش يعني هم يشتغلوا عليه ويحاولوا إن هم يكبروه ويجيبوا بضاعة تاني ويبقى في تلاجة وفي حاجة واثنين وثلاثة. وده إن شاء الله يكون فتح باب رزق. وأنت ربنا يشفيك ويعافيك وتقدر برضو تنزل تشتغل تاني وحياتك تبتدي من جديد. يا رب يا رب بإذن الله. وعد أغجع القعدة والله، بس يلا أنا حاجة تاع ربنا هقول ربنا. لا هادي يا عم كمان أنا موافق. الحمد لله الحمد لله، قضاء ربنا ده. قول لي مبسوط؟ أكيد والله. أول هام أنا مبسوط اللي أنتوا شرفتونا. والله أنا مبسوط اللي أنتوا شرفتونا. وأنت أنا هامة وأنت أنا حاجة فعلا ربنا بعت لحضرتك عشان أزاد الدنيا عليا. عشان ابقى مرتاح. يبارك للناس. بص اقول لك حاجه يعني ممكن تكون انت بعت لي رساله وانا شفتها زي ما انت بتقول كده، لكن يعني ممكن اكتر حاجه ممكن تفرحني قوي او تبكيني ان البرنامج ده لما يعني في حاجه اتذاعت وحد مش بره يعني بيننا وبينه اميال، هم بره مصر، فشافوا الكلمه بتاعتك وشافوا احتياجك وحبوا يساعدوك، وان يكون في مصداقيه فينا ومصداقيه في الناس اللي بتطلع معانا، فدي بركه ومن وفضل واحسان من ربنا. وربنا يبارك يعني يبارك لكل الناس اللي بتساعد. وانا بشكر كل اهالينا اللي عايشين بره مصر اللي بيشوفونا وبيساعدوا، ويعني ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته. يا رب يا رب اشكرهم من خلال حضرتك واقول لهم الف شكر. البنات بقى صغيرين اللي بعت لك دول قد بناتك كده. ان هم يعني قالوا الفلوس دي تروح لعم ابراهيم يعني، وهم برضو بيقولوا احنا بناتك، وهم يعني كانهم بيساعدوا يعني عمهم او والدهم. فربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يبارك فيهم يا رب. لسه بقول اهو بقول لهم مش عايزه اعيط وامها والله لا. بس انا عامه لما بتكون دمعه فرحه بحبها. الحمد لله الحمد لله يا رب. ان شاء الله يعني كده ربنا يرضيكي وتسددوا معانا. ربنا يخليكم لنا ويخلي اللي بيدي ويخلي كل يا رب اللي يقف جنب حد زينا. يبارك فيكي ويديك الصحه والعافيه والحمد لله. يعني احنا حبينا بس نعملها لكم مفاجاه عشان نفرح. الله يخليك يا رب، احنا مبسوطين بيكم ومبسوطين باللي بيقف زي معانا يعني. الحمد لله الحمد لله رب. ان شاء الله يعني يبقى فيكي وفي اولادك يا رب. الحمد لله اهو زي ما انتم شايفين الواحد اللي جاي على قد الرايح. والحمد لله الحمد لله ان احنا هنسدد ديوننا. الحمد لله بركه في ربنا وفيكم. الحمد لله. وانا عامه يعني
كنت حابه ان انا يعني تبقى دخلتنا النهارده عليك ودخلت فرح بقى. مش الحمد لله، الحمد لله والله، ده دموع فرحه ودموع كل من وقف معانا وسدد اللي علينا. الحمد لله، ربنا يخليكوا يا رب يا رب، ويخلي اللي بيدي ويخلي يخليك لنا ويخلي الناس اللي وقفوا معانا وتعبوا معانا ولحد هنا جيتوا على راسنا من فوق بامانه. ليك يا ربنا يخليك اللي معانا منورين الدنيا كلها. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا شايفاك بتعيط. معلش انا اعمل بس ربنا ما يجبرش لحد ويعين كل واحد على اللي هو فيه، وربنا يخلي بتوع اهل الخير اللي بيقفوا، وكفايه ان جيكم من هناك لحد هنا تساوي كنوز الدنيا. الله يخليك. انت اخو ام عبد الله؟ اه ايوه اخو. ساكن جنبهم هنا؟ اه ساكن جنبهم. الناس بتبقى عندها وقت ظروف تبقى عايزه تساعد، بس الظروف تبقى ضيقه فما بيقدروش يساعدوا بعض، فدي بتضايق اكتر. هو كل واحد برضه يعني ايه بيعمل على قد ما بيقدر، وقد ربنا ما بيديله، واللي بيعمل خير ربنا بيديله خير. ازرع خير تلاقي خير، واحنا هنا الحمد لله اللي ربنا بيقدر على حاجه بيعملها، اللي ربنا بيعينه على حاجه بيعملها. بس الوقت طبعا في اللي بيدي وفي اللي ما فيش. الديون لما بتكبس على الواحد او بيبقى واخد حاجه من حد بتبقى عايز يسددها باي طريقه، بس هيجيب منين؟ فبيقول يا رب. يعني يبارك فيكم ان شاء الله ويمن عليكم يا رب بكل نعمه ان شاء الله باذن الله تعالى. ويعني واتمنى ان تكون دخلتنا عليكم النهارده تكون دخلت خير يا رب، ويكون فيها دخلت فرح يا رب. يا رب دخلت خير ان شاء الله. اسمك ايه؟ اسمي الاء. انت عسوله يا الاء. في سنك ايه؟ ثالثه اول. ثالثه اول. انت ليك اخت وحيده بس ولا في دي؟ لا ليا اخت فاطمه. فاطمه واقفه هناك في احنا سبنا. لا اللي وقفت في المحل. واخوك الصغير اللي كان هنا ده اسمه محمود. انت في ثالثه اول، قولي لي عامله ايه في ثالثه اول؟ الحمد لله. شاطره؟ بتضحكي كده على طول وقسوله كده. عامله ايه في المدرسه؟ الحمد لله كويسه. وبتذاكري؟ بتمتحنوا امتى؟ احنا هنمتحن بعد 15 يوم. ده امتحانات اخر السنه. عامله ايه بقى؟ بتذاكري ولا ايه؟ لا بذاكر. كويسه يعني في المذاكره. كويس. تقفي بقى مع ماما كده وبابا وتساعديهم. ده بتعرفي تقفي في المحل تبيعي؟ اه صح يا شيخه. بتاكل حاجه؟ بتقفي ايه ده؟ بابا بيقول بتقف تاكل الحاجه. معقوله بتروحي تقفي في المحل عشان تاكلي الحاجه؟ لا انا ساعات شويه وابيع شويه. يعني بتقفي تاكلي شويه حاجات وبعدين تبيعي وتخش تروحي تقولي لهم ايه بعت ولا كل؟ لا بقول اي حاجه يعني. تقولي ايه بقى؟ انا بعت بقد ايه وكلت بقد ايه؟ انا قلت له يعني مثلا لو كلت بجنيه ولا انا كلت بجنيه. لو قلت له كلت ب 2 جنيه باكل. صحيح عشان تبقي كلتي بحلال بقى. بس بدفع له الفلوس برضه كمان. والله شاطره والله. تعرفي لما تروحي تبيعي وتعرفي تشوعي تبيعي وتشتري وتعرفي تحاسبي الناس وكده؟ والله شاطرة. توفي ساعات مع فاطمة ولا مع عبد الله؟ ساعات توفي لوحدك؟ ساعات بقف لوحدي، ساعات بقف مع عبد الله، وساعات اقف مع بابا وكده. نفسك لما تكبري تدخلي كلية ايه او تشتغلي ايه؟ ولا تعرفي ليه كده؟ بتتفرجي على التلفزيون وبتشوفي تقولي انا نفسي ابقى مثلا مدرسة، نفسي ابقى مهندسه، يعني بتشوفي ناس كده في التلفزيون بتبقي عايزه تبقي زيهم، او ناس تعرفيهم حتى، او في مدرسه من المدرسين بتشوفيها بتبقي نفسك تبقي زيها؟ بس هي اسمها ابله ولا ديت بقى. انت عايزه تبقي زي ابله ولا كده المدرسه يعني؟ ربنا يبارك فيكي يا رب يا حبيبتي ويحميكي. قول لي انت بقى عبد الله بقى، انت ما انت الراجل بتاعهم بقى انت كده. وقفتك برضو انا عارفه ان انت بتقف وقت ما بتبقاش في المدرسه، بتقف في المحل، ووقت تاني بتبقى بتذاكر وعايز تدخل الكليه ان شاء الله، وتقف بقى يعني تبقى انت الراجل البيت بقى يعني تساعد بابا. يعني نفسك ان شاء الله باذن الله يعني تبقى طموحك ايه؟ زي ما قلت لك كده واحنا هناك واقفين في المحل عايزين تكبر المشروع ده، يبقى مشروع كبير، يبقى سوبر ماركت. بتحلم بايه؟ انا اولا بحلم ان هو ابويا يرجع زي الاول دي قبل اي حاجه. ان شاء الله ربنا يشفي ويعافي يا رب، ويرجع ان شاء الله تبقى كل حاجه، ان شاء الله ترجع زي ما الاول بقى. يرجع هو ممكن يعني اللي يقعد يطلع يشتغل بقى تاني كده السوبر ماركت، يعني المحل هيبقى سوبر ماركت كبير. وانا طبعا لو رحت الكليه ابقى في كليتي، ولو ربنا يعني رايد لحاجه اشوفها، لو انا بقيت مهندس يعني ابقى في شغلي وكده.
فانا نفسي ربنا يومه بالسلام. يا حبيبي يا رب، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لك في ولادك يا ابراهيم ويشفيك ويعافيك، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. ويعني اتمنى ان احنا النهارده تكون دخلتنا عليك دخله خير، وربنا يجعل الخير بعد كده ان شاء الله، ويكون باب الرزق اللي عندكم ده اكبر واوسع، وباذن الله تعالى نجي لك تاني وتكون بقى ان شاء الله انت بنزلت وبتشتغل باذن الله. باذن الله. وانا بشكر حضرتك وبشكر الجماعه اللي جم من اخر الدنيا العد هنا عشان اعملوا لنا المفاجاه دي. فعلا هي مفاجاه. استاذ محمد كلمني ما قاليش، قلت له هتقول له حاجه، هو قال ليش بس زراعه هي مفاجاه. ازالوا على ربنا يقعدوا لكم في طريقكم يا رب، ربنا يقعدوا لكم في طريقكم. وفعلا بيتك لما تكون مفاجاه كانت تبقى احلى. أحسن اكيد. ومفاجأة كبيرة برضه عندي زراعة، شفت حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك. والله والله أشكركم فعلا، يعني ربنا يجعلكم لأهل خير. يا رب يا رب. شكرا جدا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.